عزيزتي المشاهدة، اليوم راح نسوي كاب كيك. نستخدم الفانيل كريم كزينة والفاكهة البرية. هو هذا اللي دا تشوفيه أمامك. إن شاء الله هسه نشوف لك المقادير وطريقة العمل. عزيزتي، عندنا المقادير اللي نحتاجها للكاب كيك أو موفينز هي 125 غرام زبد، 3 ديسيلتر أو استيكان طحين، بيض عدد 2، 1.5 استيكان أو ديسيلتر سكر. أحتاج قوالب، هذه القوالب، هاي الأشكال القوالب الخاصة بالكاب كيك أو الموفينز. أحتاج حسب الكمية اللي أريدها، فأنا نوعت لأنه أريد أسوي شكلين بنفس العجينة. أحتاج ملعقتين من الكوب البيكنج باودر أو البارك بولبر، راح أضيفها على الطحين. أستطيع أيضا أن أضيف الفانيليا، أيضا ملعقتين من الكوب فانيليا أستطيع أيضا أن أضيفها على الطحين. الفرن درجة حرارة 175، بس أنتهي إن شاء الله من تحضير هذه المواد راح أعجن الكيكة، راح أخليها بالفرن. أضيف السكر أول شيء على الزبد وأخلطهم مع بعض. بعد ما انتهيت من خفق السكر والزبد صار بهذا الشكل مثل الكريم صار، راح أضيف البيض وايضا راح اخفق. اخر شيء راح اخلي الطحين. بعد ما انتهيت من خفق الزبد والشكر والبيض راح اضيف الطحين بالتدريج واخفق. عفوا عزيزتي، ملاحظة كلش مهمة نسيت اذكرها، وهي انه احتاج نصف ديسيلتر او استكان من الحليب. أنا آسفة طبعا جدا لأنه نسيت أذكر الحليب. نصف ديسيلتر حليب وأرجع أعجنها، وبعدين راح أفرغها بالقوالب اللي عندي. مثل ما تلاحظين عزيزتي، بعد ما انتهيت من الكيكة فرغتها بهذه القوالب هالشكل كلها. خليتها على نوعين قوالب لانه اريد اشوف لكي طريقتين اريد اسوي ازين هذه الكاب كيك. هسه راح اخليها بالفرن درجة حرارة 175 لمدة 20 دقيقة، بس قبل العشرين دقيقة اشوفها اختبرها، اذا يعني نضجت عندي اطلعها من الفرن. مثل ما تلاحظين بعد ما انتهيت من جميع الكيك هذا اللي تشوفيه امامك، هذا الكيك طبعا هو هالشكل. انا قطعت الزيادة من هنا راح اقلبه، راح اخلي كريمة اللي سويتها بالحلقة الماضية الفانيل كريم. هسه راح ابدي اخلي الكريم بيها هذا الشكل وحدة وحدة. بعد ما قسمت الكريمة على كل الكاب كيك اللي عندي راح ابدي اخلي له عندي الفاكهة البرية، اي نوع فاكهة انت متوفرة عندك تقدرين تزينين بها الكيكة اللي سويتيها. طبعا هذه الفاكهة البرية انا استخرجتها من الفريزر، دائما متواجدة عندي لانه استعملها بكثير من الحلويات. هذا البلوباري والتوت الأحمر كذا، أضيف لها كل الفاكهة. إذا موجود فريش بالسوق متوفر استخدمي المفرش، إذا ما متوفر تقدرين تستخرجين من الفريزر. عزيزتي، هو هذا الشكل النهائي والأخير للكاب كيك اللي كريمة الفانيل كريم اللي سويته، هو هذا شكله النهائي.
بعد ما خليت للفاكهة البرية. أتمنى تعجبك هذه الوصفة وتجربيها، وشكرا جزيلا للمشاهدة.